بعد أن كانت مصدر رزقها الوحيد. هذا ما تبقى من عربة الكاسبة نور حسين بعد قيام جهات بمضايقتها ومنعها من العمل هنا في المنصور. بديت المشروع تعرفون يعني بنية فتحت عربانة وهاي، وحتى ما مضايقة حد والله. شوف يعني هذا صار الطريق الحولي مسدود طبعا، ومن هناك حتى رصيف ما ماخذته أنا صراحة، يعني ما طلبوا شيء، بس قلت لهم موافقة حتى أكلي ينحمي من الشمس ومن البرد ومن العواصف. إذا يجون ناس يقولوا لي وخر منا، أنت عندك موافقة من البلدية؟ أنت بأي حق جيت هنا؟ يعني مجرد ايش تهديدات جاي تجيني، بس انا ما قلت هم مفلشيها او شيء. ها شوف هاي حالها هي بالشارع ظاله، يعني سدوا بنظركم، انتم جيتوا على غفله صراحه. شفتوا هاي، شوفوا الوضع هاي، يعني احنا بنسوان وبالشارع متاذين، والله العظيم اكلي اخر يوم انفتح التلف من الشمس، الله شاهد. يعني انا ما جاي استفاد شيء من الحر، يعني احنا طالبين شيء من عندهم، او يعني مجدين من عندهم الحمد لله والشكر، عايشين بكرامتنا وبالحلال. يعني هيك الموافقه صارت صعبه عليهم ورجعوا راتب صعبه. والدة نور لا حول لها ولا قوة بعد قطع الراتب التقاعدي عنها. تقول إن انعدام أي دخل لها هو الذي أجبرها مع ابنتها للوقوف بالشارع على هذه العربة. ولو ما الوضع يعني تعبان، قطعوا الراتب مالتني تقاعد، وتأذيني حل، وخطية هي هم تأذت عند امتحانات، الصدق قاعدين إيجار وقطعوا الراتب. فلهاي السبب إحنا فتحنا هاي العربانة، وهاي أخذنا صدق بالدين إجونا، يعني أشكال تعرف شارع وأشكال بي. ولو ما الوضع يعني تعبان ما أجينا فتحنا هاي العربانة. وتطمح نور ببوث متطور للبيع وبمساحة في أحد شوارع المنصور وبموافقة الدوائر البلدية لتحقيق حلمها بالطبخ من جانب، وبإعالة والدتها من جانب آخر. من بغداد عرب القحطان، الشرقية نيوز.